بيكم في حلقة جديدة من عمال ايديا. زي ما تعودنا هنعمل وصفات حلوة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة حلو التيراميسو، وهنعمل سلطة الجرجير بالتونة. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض ايه حلو التيراميسو، هنعمله ازاي من الحلويات الحلوة جدا. الناس عشاق القهوة، دي بالنسبة لكم هتبقى أحلى حاجة ممكن تعملوها. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي المقادير معانا. عندي صفار البيض، عندي الكريم شانتيه او هقول كريمه الخفق الجاهزه. البسكوت ده معروف بتاع التيراميسو، بيكون صوابع وبيكون ناشف شويه بس اول ما بنبله بيطرى جدا. عندي القهوه السريعه الذوبان وسكر جبنه كريمي وشوكولاته بودره والفانيليا البودره. تعالوا بقى نشوف اول حاجه هنعملها هتكون ايه. هجيب هنا عندي البيض والسكر اهم زي ما اتفقنا، هما صفار البيض. اوكي، تعالوا بقى اجيبهم في ايه، في اللي انا هحطه فيهم. يلا هكون مجهزه هكون مجهزه الطاسه بتاعتي الغويطه، يعني عايزه حله غويطه شويه اهو كده. ودول ايه، هنميكس كده مع بعض كويس قوي. على بخار حمام من البخار لمدة 10 دقايق، وهكون بضربهم جامد زي ما انتوا شايفين كده، يتضربوا جامد جدا جدا لحد ما يتماسكوا مع بعض. بصوا بقى ازاي. شايفين؟ وانا عشان اضيع ريحة الزفارة بحط الفانيليا بتاعتي، بجيب معلقة من الفانيليا وبحطها علشان ايه، نضيع ريحة الزفارة معانا. وبتكون على حمام البخار ده لمدة 10 دقايق، مش عايزاكو تشيلوها على طول، خلوها علشان برضو البيض انا ما بحبوش يبقى ني قوي، فلازم ياخد السوا بتاعه المظبوط مع الحرارة الايه الكويسة، ويكون المية بتغلي تحته لمدة 10 دقايق مع التقليب المستمر زي ما انتوا شايفين كده. ولما بنحط الفانيليا او معلقه من الخل الابيض العادي هتلاقوا ان هو ما فيهوش ريحه زفاره خالص. وهنا يعني دايما في البلاد العربيه بيحاولوا ما يحطوش البيض علشان بيخافوا من انه مش ما يستويش او انه مش مستوي، فعشان كده انا بطمنكم ان احنا بنعمله اهو قدامكم على حمام البخار، لانه فعلا بيدي طعم حلو جدا وطعمه مختلف قوي للوصفه. اهو زي ما احنا شايفين كده بيبدا يمسك في بعضه ويبدا ايه يسيح معايا اهو. شايفين؟ كده تعالوا نحاول نشوف ان انا اضربه اكتر شويه. فهجيب مضرب البيض الكهرباء واحاول ان انا اخلط بيه كويس علشان انا عايزاهم يبقوا كريمي كده والميكس يدوب مع بعضه، مش عايزه احس ان هو ماسك واحس بالسكر واحس بالبيض بعد، عايزينه كله يبقى متماسك مع بعضه. فاستنوا معايا علشان اجيبه، هعمله كده بالراحه. أنا عاملة على أول سرعة. أهو تمام.
حلو جدا جدا. يلا كده عندي الايه، خلاص بصوا بقى كريمي 10 دقايق. عملوا ايه المفعول بتاعهم؟ هجيبه بقى كده، تعالوا. ايوه استنى سخن قوي اهو، وهبعد عن الميه اهو خالص، واسيبه يهدى علشان اقدر احطه على الميكس البارد بتاعي. اوكي كده اهو. تعالوا بقى اجيب البسكوت بتاعي وهحط هنا ميه، الميه هتكون دافيه. يلا هندوب بقى القهوه بتاعتنا في ايه، في شويه من الميه اهو. هحط هنا حوالي كوبايه ونص او كوبايتين من الميه مع القهوه بتاعتي، قهوه اللي هي سريعه الذوبان. هحط هنا معلقتين زي ما قلت لكم، دي من الحلويات الحلوه جدا لعشاق القهوه، اللي بيحب القهوه هيحبها جدا. تعالوا بقى كده نشوف اهو. هجيب هنا عندي كده اول حاجه خالص اهو، بغطس الصوابع فيها كده على الناحيتين، وايه بحط، وخلوا الميه تبقى دافيه ما تبقاش ميه بارده كده. وطبعا بنعمل طبقات على قد ما ايه، على قد ما البايركس بتاعنا سمكه ياخد معانا اهو كده. زي ما قلت لكم البسكوت ده من الايه النوع اللي تحسوا ان هو ناشف، بس اول ما بيغطس على طول بيطرى جدا جدا. بصوا بيتقبل قد ايه الذوبان، فطبعا تخيلوه مع الكريمه وهي محطوطه ويسقع وايه ويتحط، بيطلع جميل جدا. كده عندي أول طبقة جاهزة. تعالوا بقى نجيب الكريم ونحطه مع بعض علشان إيه؟ يلا هحط بقى الإيه؟ الاتنين كده مع بعض. هنقلب كويس قوي. اهم حاجه ان انا اقلب كويس قوي مع بعض علشان اقدر احس بطعم الايه الكريمه مع البيض والسكر. البيض بيدي طعم جميل جدا احنا مش بناخد بالنا منه، بس لما بتحطوه بتعرفوا الفرق. واللي مش متوفر عنده انه يعمل البيض بالطريقه دي ممكن هياخد ده يكتفي بيه اللي هو الكريمه مع الايه القشطه الكريمي او الجبنه الكريمي، تكتفوا بيه عادي جدا اهو كده. وهنا لازم اتاكد ان ايه عندي ده خلاص ما بقاش سخن، وهقوم بصوا بقى حاطه كده اهو، وهو ده اللي ايه اللي هيديني الطعم الحلو. التاتش بتاع المطاعم هو الايه الخليط اللي معمول ده، واهم حاجه ان احنا نعملها التيراميسو بيحب يبات، يعني ممكن اعمله بالليل وايه اهو كده. نمزجه بقى كويس قوي مع بعض بحيث انه ياخد الايه اللون كله اهو. بصوا بقى الجمال اهو كده جاهز معايا. بصوا بقى الحلاوه، يا سلام يا سلام اهو كده كله اندمج مع بعضه اهو.
وتعالوا بقى أبدأ هنزل هنا أول طبقة من الكريمة بتاعتي. أهو بصوا بقى الجمال، أهو بصوا، الله، أهو كده. وهجيب أعمل طبقة تانية، وزي ما قلت لكم هو بيحب يبات، فاحنا ايه نبيته، اوكي بيتوه او قبلها على الاقل 5 ساعات، اوكي قبل ما نطلعه يقعد في التلاجة 5 ساعات يمسك نفسه، وتلاقوه إيه كله داب مع بعض اهو. بصوا بقى كده الجمال، سهلة سريعة بس محتاجة تكنيك بسيط قوي قوي قوي. اهو سهلة، والرصة بتبقى حلوة، وكمان ممكن نعملها في حاجات بسيطة، يعني ممكن اعملها في كاسات تبقى اصغر وتبقى كل واحد لوحده، يعني ايه عشان كل واحد يحس ان انا عاملاها مخصوص ليه، فدي بتبقى برضو حلوة جدا. يلا كده اهو خلاص قربنا نخلص اهو. بصوا بقى الحلاوة بس كده كده انا خلصت. عايزه بس ايه اجيب رشه من الباودر اهو، رشه بسيطه جدا هنا كده من الشوكولاته البودره، احطها برضو ايه جوه كده معاها تمام. وهجيب اللي ايه يحب برضو ممكن رشه من السكر البودره اهو كده. وهنزل الكريمة تنزل بقى كده، وإيه نغطيها خالص. يلا تعالوا، أيوة أيوة أيوة، بصوا بقى الجمال أهو كده، عندي أحلى تيراميسو، وأهم حاجة إن أنا أبرده في التلاجة اهو كده. بس هحط بقى الايه الباودر اهو، يلا الباودر شوجر بقى هحط هنا الايه كده بس كده، وهحط هنا رشة سكر خفيفة قوي برضو على الوش، وبألف هنا نطلعها ندخلها التلاجة. تعالوا نطلع الفاصل أدخلها التلاجة وأرجع معاكم بالنسخة الجميلة اللي أنا عاملاها، ونجيب الوصفة التانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض التيراميسو اللي أنا كنت عاملاها، وإيه قلت لكم عاملة النسخة وحطها في التلاجة. بصوا بتطلع جميلة إزاي، وفي كذا شكل وطريقة إن إحنا نعملها. أنا بس هحط لكم عليها الإيه الكاكاو اهو كده، وشكرا تتقدم، هتطلع حلوة جميلة. وبصوا طعمها غني جدا جدا بالايه بالمكونات الحلوة. تعالوا نشوف معانا ايه هي الوصفة التانية، وهي سلطة الجرجير. هنعمل سلطة جرجير بالتونة، سلطة لذيذة جدا حلوة وسريعة وخفيفة في نفس الوقت، طعمها بيكون روعة. تعالوا نشوف ايه هي مقاديري. عندي الجرجير، التونة، المشروم، بصل حلقات، عندنا بصل ابيض او البصل الاخضر، في الزبيب، بعدين البابريكا، الكمون، خل البلسمك، وزيت الزيتون، والزبيب. الزبيب بيديه طعم حلو جدا، اضافه هايله على السلطه. تعالوا انتوا عارفين انا دايما ايه الجرجير بحب اقطعه
بالإيد علشان ما دخلش فيه أي مادة تانية، وناخد كل فوائده معانا. أهو كده عندي الجرجير، بصوا الجمال. وهجيب المشرومز هحط نصها دلوقتي، برضو نص هنا البصل، هجيب التونة وهحطها كده. هنجيب التونة اللي هي بتكون قطع اهو، كده عشان احس بقى بايه. وعشان اعمل هجيب كده دبس الرمان او خل البلسمك معاه عسل، هحط الكمون، هحط البابريكا، بقلب وبضيف عليها شويه من زيت الزيتون. كده وهو مش بيحتاج اي حاجة تانية خالص. كده زي ما احنا شايفين، هضيف الصوص كده للسلطة الجميلة بتاعتي، وهحط عليها الزبيب، مشروم تاني على الوش. وكده عندي السلطة جاهزة جميلة حلوة جدا. عملنا مع بعض النهاردة وصفتين حلوين جدا. أول وصفة كانت التيراميسو، حلو اللي بيحب القهوة هيكون عاشق ليه. وعملنا مع بعض بعد كده سلطة الجرجير بالتونة، سلطة لذيذة خفيفة سهلة ومكوناتها كلها جميلة جدا. أتمنى يكونوا وصفتين سهلين صراع عجبوكم، جربوهم وبعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك أو سي بي سي سفرة على انستغرام. وافكركم تاني تيراميسو ازاي عملتها وخطواتها الجميله السهله. اول حاجه عملتها معاكم كانت ان انا هجيب ميه، هتكون ميه بتغلي، وهحط عليها البوله بتاعتي واعمل الكوبايه من الكوبايه صغيره من السكر على خمس صفار قصدي من البيض، وهيتقلبوا جامد جدا 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 على حمام البخار علشان نتأكد ان هم اخدوا السوى المظبوط، السكر يسيح وتكون كريمي وحلوة. نضربهم مع بعض كويس قوي، وعلشان اضيع طعم الزفارة بحط فانيليا او بحط معلقة من الخل، ويتقلب حلو قوي ونشيله على جنب. بعد كده بضيف عليه كريمة الخفق مع الجبنة الكريمي او القشطة الكريمي، وبعدين بجيب البولة واحط فيها مية دافية، نحط معاها القهوة سريعة الذوبان ومعلقتين منهم، وبقلبها كويس. وبعد كده بغطس فيها البسكوت بتاعنا، يطرى وبيبقى جميل وطعمه القهوة بتبان فيه وحلو، ويبدأ يترص منه طبقة طبقة تانية. هحط بقى الكريمة اللي أنا عملتها، الكريمة بالقشطة أو الكريمة مع الجبنة الكريمي، وعليهم خليط السكر بالبيض، ويتقلبوا كويس جدا جدا مع بعض. وهحط طبقة من الكلام الجميل ده، وبعد كده عليها طبقة تانية من البسكوت المتغطس في القهوة، وأرجع تاني أغطيها بالجبنة الكريمي بتاعتي أو الكريمة المخفوقة. وعلى الوش بديها الشوكولاتة، الشوكولات بجيبها يا إما تكون غامقة يا إما تكون الكاكاو العادي بتاعنا الموجود في السوق، وبتحط وبيطلع زي ما انتم شايفين. أهم حاجة أنه يقعد أقل حاجة 5 ساعات في التلاجة قبل التقديم. أتمنى يكونوا وصفتين حلوين سهلين وسرعة وعجبوكم، جربوهم وبعتولي، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من عمايل إيديا.